أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، وحن سوها إن تفسير سورة البقرة عشر كان حكب الله ما يا آيات بقول إيه لحظان إيه سدحات إيه سورة دا كمد أه. قال تعالى ألا وحويري وإلهكم إله واحد، وإلهكم معبود كي نربت أه، إله معبود واي معبود كو واحد مت كلية أه هل أه. لا إله معبود حق لقو عابدا مجر إلا هو إساق ماهنه الرحمن الله نحريست جود نحريست ما هني الرحيم الله نحريست جار هني نحريست مؤمنين توك كون نحريست ما هني متكلة أو عبادة استاهلة مجرو. طيب حوالة المام أيضا أو كت المام يا توحيد كوحدتك الله أبو رينا أهو لبا قارهان بني آدم كقصد كوذا إي عبادات كوذا إني الله إيجا أبو ري أو ما ملاي كلية أولا قصدان أو أين نعدك لأولا قصدين. الله حولي وإلهكم معبود كينا ربت أه، إله معبود واي معبود كو واحد هل أهو معبود كينا ربت أه حق أه وهل معبود واي واحد مركا من أسماء الله تعالى وحاكم الأحد الواحد لماذا أسماء ذا اللي كمده الواحد معنيه ذنا أما الأحد معنيه ذو حقويهي ومتك كليغ أهواي ومركا يعني محوك كليهي الله سبحانه وتعالى. والواحد الذي لا نظير له مت أدق ما مقبو ولا شريك له كو حلله نمجر واحد معنيه ذو ساسو مد وحلله نمجران مد إساق أردقمان مجران. طيب معنى الواحد سيداسو ومعنيه ذو مركة وحي تهي أبو رست يمامولك يملكي عد لله مجر تإساق عبادة ذا قصد كيذانا رب حق أهنا عد لله ماله إساق magacyada ay tilmaamaha uu leeyahay cid u dhiganta oo la leh oo la wadaagta magacyo ama tilmaamo la wadaagi karta malahan alwaahid marka macnaheedu sidaas weey. mutakallimiinta ama dadkan falaasifada ah ee diinta waxaan ahayn ku soo daray iyaga waxay yiraahdaan macna alwaahid waxay tahay alladhi laa yatajazza wa midka aan qaybsamin walaa yatabaad oo aan qaar aan qaaraysmin marka ay sida leeyihiin ma qaybsamo ma qaaraysmo marka ay leeyihiin wax kale ula jeedaan oo baadil aba ugu hoos qarsoono hadhow marka la yiraa wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ilahay wajibu leeyahay lima khalaqtu biyadayya marka la yiraahdo ahadiis aayadka iyo ahadiifta ilahay tilmaamihiisa sheegayo marka la sheego ayay waxay leeyihiin waji waa qayb يد وبعض قيب وإلهين بعض يتجزؤ ملحن محان الدليل الواحد يا الدليل كليهن مركي هر إيجا صوف فسرتي تفسيرك إيجا أي فسرتين والجوا فقصنين أي كوج محاكمين أيان مرك محكمات كوج سار أيان عدالة الدرء يجور يوحدات وروح تاس ملح سيدنا نعم مرك هر الواحد معنى هذا نسكوا فقنا واكن الإمام البغوي حولي هاي والواحد الذي لا نظير له واحد حال يرى متك أن وحدك ما جيرين مركة تلمامي سو واحد كويها مقعيدي سو واحد كويها رب النما ذو واحد كويها عبادة ذو واحد كويها نعم ومتك الذي لا نظير له ولا شريك له أي وحان كلا بعض جزء معناها أتشيغي سو نقصي قال لك فهما يؤني قب إلهي وكهفا وحان لا وحان مركة أن لا أنها إلهي وجب وليهي وجه يليق بجلاله وإلهي وينانتي سوجه قلمه بعض واي يقيب واي يوحس ما نفيا وإثباتا مدن أمقلين نعم. طيب ما شاء مركز إذا مركز وإلهكم معبود كي نحق لقوا عابده إله معبود ويان معبودك أو واحد هل أه
oo mid u dhigmaa uunan jirin. Laa ilaaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro, ilaa huwa isaga maahane, allahaas waaxidkaa maahane, alraxmaanu midka naxariista guud naxariista maahane, macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro kaa maahane, alraxiimu naxariis gaar ahaaneed naxariisto mu'miniinta markaa u naxariisanay. aayaddanna marka waxaa la yidhi sababu nusuulkeeda wuxuu ahaa kufaaru quraysh baa waxay yidhaahdeen sif lanaa rabbaka, rabbiga aad noo sheegaysid bal noo tilmaan, nisbay ayay yidhaahdeen. markaasaa laa wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaanu araxiim iyo suuratu likhlaas iyo ayaa soo degeen oo yimaadeen. ayb ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi illayl, ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuurkooda cirryaalo abuurkooda, waalardi dhulka abuuristiisa dhexdeeda, waikhtilaafi illayli habeenka iyo wannahaari iyo maalinka, iskhilkhilaafidooda kala duwanaanshadooda, waalfulki wa filfulki doonta, allatii doontii oo tajrii soconayso, filbaxri badda dhexdeeda ku soconayso, bimaa yanfacu nnaasa binafcin naasi dadka yacnii anfacooda darteedna u soconayso, iyo wamaa wa fii maa kii dhexdiisa, anzala allaahu alla uu soo dejiyey, min assamaa'i samada xaggeeda uu ka soo dejiyey, min maa'in biyo xaal ay yihiin, fa axyaa uu nooleeyey bihi bilmaa'i biyaha alarda dhulkii uu ku nooleeyey, bacda mowtihaa dhulka dhimashadeeda ka gadaale uu ku nooleeyey dhexdeeda, wa batha wa fii maa kii dhexdiisa waxaa ahaaday, batha uu faafiyey alle fiihaa dhulka dhexdeeda uu ku faafiyey, min kulli daabbatin wax allaale waxa dhulka ku kutuba xaal uu ahaaday kaasina, wa tasriifi riyaaxi wa tasriifi riyaaxi dabaylihii gedgedintooda la gedgedintooda oo alla gedgedinaayo, waassaxaabi daruurtii daruurihii almusakhari la layliyey oo la sakhiray, bayna assamaa'i samada iyo waalardi dhulka dhexdeeda lagu layliyey. intaasba la aayaatin baa dhexdooda ahoo ku sugan aayaad ay la calaamaatin daallaatin calaa waxdaaniyati illaahi, calaamado ilaahay waxdaaniyadiisa tuso ayaa ku sugan, liqowmin bay ugu sugan yihiin, yacqiluuna wax garanayaan oo wax ka saayaan. ayb aayaddan marka kaannamaa waxay leedahay wa ilaahukum ilaahun waaxidun, markii towxiidulcibaada lasoo qariray oo la yidhi allaah keliya unbaa cibaado istaahila, allah raxmaanka ee raxiimka ah, ayaa mushrikiinta kaannahu marka inay daliil u baahdeen oo ay leeyihiin ilaaha aad noogu yeeraysid cibaadadiisa inay xaq tahay maxaa u daliilah, markaasaa adilada uu cibaadada ku mutaysta ayaa la sheegaa. marka maxay noqotay marka adilada uu cibaadada ilaahay ku mutaysanayo inuu cibaado keligii leeyahay? waxaa u daliilah abuurista iyo maamulka iyo mulkiga lahaanshada koonka, maamulka koonka, abuurista koonka keligiisuu leeyahay, maadaama middaas uu leeyahay keligii cibaadana isaga keligiisa iska le waayo. meeshaas marka maxaan ka fahmaynaa mas'ale muhimaan ka fahmaynaa, mas'aladu waxay tahay dadka lala khidaabayo kufaartii maka ah ama mushrikiintu waxay garan karaan ama markaas musallam agtooda ka ah waxyaabahan aayaddan dambe hadda aayaddan noogu dambayso ay ka hadlayso dood kama taagneen inuu ilaahay keliya leeyahay. nacam, sidaas darteeda iyaga xujo looga dhigay, wa ilaa hadday dood arrintan ka qabaan waxay dhihi lahaayeen ee arrintan lafteedaba ma kula aaminsanin ay dhihi lahaayeen, oo abuuristan iyo maamulkan iyo rabbinimadan aad ilaahay ku tilmaamayso aad tilmaamayso annaga maba aaminsanin bay dhihi lahaayeen. qofka labada qof markay doodayaan shayga lagu qanci rabo waa wuxuu fahamsan yahay oo uunan inkirid ka qabin, iyaga marka waxay diidan yihiin ilaahay keliya ha la caabudo. daliil ay rabaan waxaa daliil looga dhigaa marka wax ay ogol yihiin ayaga oo aynan inkiri karin. waa maxay waxay ogol yihiin? abuurista inuu ilaahay keliya leeyahay, maamulka alakoonka inuu alle keliya leeyahay, mulkiga inuu isaga keliya leeyahay u ogol yihiin alle. saa darteed abuu jacfar aلطabari imaamu الطabari tafsiirka wuxuu ku yidhi tafsiirkiisa, fa ina allaaha alle
إنما حاج بذلك آيادان وحكوحجي قوما قلو كانوا أهايين مقرين إن قرينهن بأن الله خالقهم ضد قرصن إن إلهي أو خالقو ذيهي غير أنهم لكن كانوا حي أهايين يشركون في عبادته عبادة ذيسة أي إلهي غير كلو ذا ججرين لبداس مركا لك العدية أو ضد كاللوك العدية لب إله ما لشيء مركا نعم مشركين تسمية ليري ومؤمنين إيمان منجي أبي قبان وبدبادنا ميا ليري ميا ضد كان عبادة بي إلهي لو ذا ججرين أو شركي قود عبادة ذوها لكن يا إذن أبو ريو كون كان يا خالق كأه الله بي بهجرين نعم سادرتيد ما مرك آيات دان وحي أنقطي حجو يدليل أيقب ما دام أيقب أقليهين أي وحال ليهي وركان آدو أقشيهين إنو كونك أبو ري أو ما ملايو كاسواي متك أي تهين أدعى بدان أو أي عبادة ديسو أي قرطهي وارن مرك آد لو فهمي كروي نعم قفك مرك أي لبدا إساق رح درانتو وما أنت دني راه ما يقال هذا إلهي ما تقانو إنه إلهي وحابورا مؤينن أقول ننقفك لها يقال هذا لن حال كوذ سيدا سؤاد آيادا بدن حديث بدن بوديدا نعم آيادا هنا وحاكم إذا قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون مركي حجنا يا وحيده جرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك إله واك أجيبني أي إليه جرين لبيك لا وحوح كل لا مجر إلا هالحب ما هني متكاسو آد أذيق لا ذهي أو أساق أن وحب ملكني مركا مشركين تآل هذا أي عابدايا هالحب إني سالهين وارو ميسنايين وان أغايين وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين انت سو آيات ووضباني شيئا إن لده قرآن كينا أو كقراء أيها وليب أو حجة أغدقا حدنا باني شيئا ومبأ من سنة خالق إن ليرهدو أرنت يعني واقعنا وكهر إيمان آياته نساس وكهر إيمان إيسان طيب سيدا درتيد مرك آيات دان إن في خلق السماوات وحيب الدليل أطهي عبادة إنو إلهي كلي حق إليه ولذلك وحال ليرهدو توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة توحيد الربوبية إله إن لا لاقره إنه إسألك لي وحبوره وحليه يكون كمامله إن لاقره وحي لازم سنة أو يحجقفك وقال لقيسا إنه إله كلي عبد توحيد العبادة لكن ما كان يسو هذا إله وخالق والرازق لهذا معنى هذا ما هنا عبده وإن الله خالق عبادة السجود أو إسألك لي عبده لقاربه طيب ماشي مركب مسألة ذا مركب يدت كقار بدن كوريرتي وح بدن بمركب سيد حداتي مركب الله وحوله إن في خلق السماوات سماوات أبور كوذا عرر يالا أبورتان كوذا والأرض للك أبورستيسة أبورتان للك لحظي ذا واختلاف الليل هبينك والنهار مالك إسخ الخلاف كوذا لحظي ذا وفي اختلاف الليل مالك يا بينك مركك كلا الدوانان شذو ذوام حي مقدق يفتينك وكو كلا الدوينهين مررك قارنا ساعده يكو كلا الدوينهينه ساعده يا بينك بادير مررك قار كوا مالك يا جابن مر ساعده مالك باديرانا يا ساعده يا بينك باجابنا أيه فروق ذا مرك وحيابها سيكو كلا الدوينهين مالك مرك وحويان دت كافافا أيه وشقذو ذي بأكل يا عيان وكون كقيلة يصوحن يا كسعود هبينكين هدوء يدقنان يسكن بوليه إسخلاف كامرك هبينك يمالنت إسخلاف هيان وحكا لنا واكو رح جيران وهبينك يمالنت إسخلاف راف كوذا أسبوعي يبشي يسندكي يذا سيكو رح جيران
macnahaasna marka waa ku jiraa. Waalfulki, doontii allatii doonta oo tajrii soconayso, filbaxri, badda dhexdeeda ku soconayso. bimaa yanfacu annaasa binafci annaasi, dadka nafcigu, bisababi nafci annaasi, dadka nafcigooda sababteedana ugu soconaysa badda dhexdeeda. Maada marka marna masdariyana waa laga dhigi karaa, mawsuulana waa laga dhigi karaa. haddaad masdariya ka dhigto, ba'du waxay noqonay sababiya. bimaa yanfacu annaasa bisababi nafci annaasi ay ku soconay way doontii. tayib, oo markaa meesha bisababi nafci annaas. qodobka labaad, marka maada in laga dhigo, marka mawsuula haddii laga dhigana, macnaha maadu markaa waxay iska noqonaysaa iyada ba'da macnaheedaan ujeedaa, waxay noqonaysaa waa la xaalayna, musaaxabaana laga laqbayna marka, ama laga macnaynaaba. Naam, tayib. musaaxabada marka sida looga laqbaynayana waxay noqonay walfulki, wa filfulki, doonidii, allatii doonta oo tajrii soconayso, filbaxri, badda dhexdeeda ku soconayso, masxuubatan, xaal ay tahay midii la saaxiibsan, lala saaxiibiyey, bimaa yanfacu annaasa, bimaa billadii, kii yanfacu, anfacayo, huwa, maaguba, annaasa, anfacayo, xaal ay tahay tu la raaciyey oo lala saaxiibsiiyey, ilaa doontu macaashkii dadka iyo wixii dadkan ay meeshaan ka rabeen iyo alaabta la qaadaayo iyo waxyaabahaas oo dhan bay xagga usii qaadaysa. tayib, wamaa anzala allaahu, wa fii maa, kii dhexdiisa, anzala allaahu, alla uu soo dejiyey, min assamaa'i, samada xaggeeda uu ka soo dejiyey, min maa'in, biyo, xaal ay yihiin. minta hore waa ibtidaayata, dambana waa bayaaniya. tayib, wamaa, wa fii maa, kii, wa fii ladii, kii, anzala allaahu, anzalahu allaahu, alla uu soo dejiyey, min assamaa'i, samada xaggeeda uu ka soo dejiyey, min maa'in, biyo, xaal ay yihiin, fa axyaa, uu nooleeyey, bihi, bilmaa'i, biyaha, alarda, dhulkii uu ku nooleeyey, bacda mowtihaa, ardada dhimashadeeda ka gadaale uu ku nooleeyey, kaasna dhexdiisa waxaa ku sugan. tayib, oo roobkii waaye, marka dhibicda roobka dhulkii dhintay baa ku noolaanayo. tayib, wa batha fiihaa, wa bathadan marka waxaa loo soo qadaraa wamaa batha, ay wa fii maa, kii dhexdiisa, batha, uu firdhiyey oo faafiyey alle, fiihaa, fil ardi, dhulka dhexdeeda uu ku faafiyey, min kulli daabatin, wax dhulka ku kutubo dhammaantiisna xaal uu ahaaday kaas. tayib, marka wabadha fiihaa, waxaan ku cadafnay marka fi khalqi samaawaatidee la socota, ay wa fii maa batha fiihaa. tayib, waxa ilaahay dhulka korkiisa uu ku faafiyey ee xayawaan dhulka korkiisa soconaya ah, kuwa aan naqaan iyo kuwa aanan aqoonin intaba. wa tasriifi riyaaxi, wa fii tasriifihi, ilaahay gedgedintiisa, arriyaaxa, dabaylaha uu gedgediyo, waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi. wa tasriifi riyaaxi, wa fii tasriifi riyaaxi, dabaylaha gedgedintooda ilaahay uu gedgedinaayo, marna bari, marna waqooyi uu ka keenayo, marna koonfur, mid ay qabowdahay oo neecaw ay wadato, midna ay kulushahay oo hanfi iyo yacni kulayl ay wadato, sidaasuu ilaahay u kala gedgedinaa dabaylihiina. wasaxaabi, wa fi saxaabi, daruurtii waa ismu jinsi marka, waa cumuum uu keenayo. wasaxaabi, wa fi saxaabi, daruurihii, hal daruur ka laqbayn mayse, daruurihii oo dhan way. wasaxaabi, daruurihii dhexdeeda, almusakhari, daruurihii day, almusakhari, la layliyey, bayna samaa'i, samada, iyo walardi, dhulka dhexdooda lagu layliyey. marka bayna samaa'ida, darafka almusakharina waa ku tacalluji kartaa, haddaad doontana kaa'inan bayna samaa'i walardi waa dhihi kartaa. oo markaa wuxuu noqonayaa wasaxaabi, wa fi saxaabi, daruurtii, almusakhari, la layliyey, bayna samaa'i, kaa'inatan bayna samaa'i, xaal ay tahay daruurtaasi marka, bayna samaa'i, samada, iyo walardi, dhulka dhexdeeda xaal ay tahay. intaas bal aayaatin baa ku sugan, calaamado ilaahay waxdaaniyadiisa tusaayo, liqowmin bayse ugu sugan tahay, yacqiluuna, wax garanayaan. meeshaan marka qaabkan qur'aanku waxaan dareemaynaa marka xujada qur'aanku qaabka u soo bandhigo umamka gaalada ee ilaahay ama ha inkirsanaadaan jiritaankiisa,
أما كوان جريتان كيس إنكر سنين أبو رستي إنه أبو رئي كوا أقول ها هذا به مروا بطريقة محاجة القرآن قرآن كالضوذيه سطريقة يكسو عذان با وحيته الاستدلال بالأثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع هبكاسو قرآن كسو عذان وحوصو قرآن كالدليل سنة يا صنع ذا صنع ذا سو حود دليشنا صانع إلي لاذه وحود دليل أثر أي دليشنا راد الأركاي صمدان يقول كان يدونتان يبدان يدبيلان إسجد جد رادت راد كان أن أجدنا محونة تصانع عد راد كله إنا يجرتو نعم وإلا وحان أو صنعاء ما إسك إما كرت بلا صانع كو وحان أو راد يأثر يسامين لهنا بلا مؤثر إسك ما إما كران طريقة داسو أقنعنا مرك قرآنك بني آدمك وحو خلاف سيها قرآنك طريقة دا فلاسفة دا متكلمين تأيذن نعم او ايليهين ايغو مركاي ربان اني وح قنعيان ددك وحي مرايان طريقه ادق او اي مركا اصل كيدو يعني غريق اي هندي اي صين طرق امدهاس هوره امدها هوره فلسفدهودا ايي وحي ربان اني حق كو دليل اوغا دغان اي كو تحقيجيان نينكي ام برانين وحي ليهين فلسفدهاس عقيدته ما فهمي كري ليهين بل هذه وفير القرآن كوحوئي مدد أن وحنا قرن وحنا أقرنن فلسفة إسكدا فوركيد نعم مشركي العرب وحنا ما قري جرين وحنا ما أقري جرين البحن مانا دد أي آد وقفكت هاي هايين علوم تان فلسفة دانا ما أين أقولن وهي فلسفة دا مسلمين توحال سور دح قليي عهد العباسي وقت مأمون إيا مالهاسي وقت يدي حوغا كوه الرئيسي أي فلسفة دا حوغ إذا أي سور دحق شيء مسلمين تا وحان الله كان أي أمة كله أرنتان ولا يسقوا فقسيه قرآنك مرك دت كان أولها ضلي هل سؤالا يسوي ديننا حجة مكوئين مسكو مؤجن هذا ترى هذا قرآنك حجة كمؤجن مشركين تي عربته نبي محودي جذو بنايستي محو ولد دجالي قال محل لوجو تلمامي نار محو إجلاين لويري ما شو حكى جم وقتين قرآنك حجة كؤجين طريقة أو استعمالين معهن بالاتفاق هب كان مركب متكمنطقة يفلسفة أي كش قيان أما أي كصعدان معها وهي ما بتجرين بوقت جاس سادرت يتبع علماء حتى أرمهاس آتك أتقاني وحير هذين طريقا فلسفة أي منطقة مقدمات كيس يلا مره وحيتها وحير هذين وطريقة علس وقف ضد حذاق هو عقل أصاحبه وفهم أصاحبه كلي أي جركران ويحكص وصاري كران منا أهان طريقة عامة أوردن أو قرآن كينا اللوجو وذا تلقى لي طريقة أنفعي كرتامي وحكو فهمي كران معها سادرت يد مركو حير هذين واللو كافتومي كران إنك عامي مركا عركي يقولكي يقدر ذا وينان تي ذا يو صنع ذا نسان عيلا ذا يسوى فهمي كرا أنت صدو إلهي كقره ولا إله إلا الله كويرا هذو كتوحيد سذو وأقبل جيرين رسولك صلى الله عليه وسلم مسلمين تنوي أقبل جيرين طريقة ذا مركا قرآن كسيدهم واي وانا سيد أقفض ضدوان مركا طريقة إن ذاتك عقليا وحلو فهم سيئ لما ديدنا لكن هبك عقلي قد وواب كان قرآن أو تلماما يوين قفوا البانو وقركر شكي أيين أبو رتي فلسفة داس وماذا حصل لقد نحلي إلا ذاتك آدك أبرتي علماء أمرك الدنباء بيرا هذين آد أي أغشى اللايين وقتك أي فلسفة دا كبحيين أي كقوم موذين طيب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس ذاتك من أيا كمد أه يتخذ سميسان أيو أكدغان أيو من دون الله غير الله إله غير كيس أندادا كوا كدغان أيو كوا أي الله لسيمان أو أي لفل دغان كسميسان أيو طيب أنداد داس أو يحبون أي جعلان أيان هم يغ أنداد أي جعلان أيان آل هذا أي جعلان أيان إله أي لسيمان يحبون آل هذا أو يحبون أي جعلان ينهم إياها كحب الله كحب المؤمنين مؤمنين تجعل كوذا أو كله الله الله يجعليهم
sida ay muuminiintu alla u jecel yihiin oo kale kuwaan mushrikiintana ilaahyadooda u jecel yihiin. Waladiina kuwii aamanuu rumeeyey ashaddu kuwa darnaan badan waayo xubban xagga jacaylka lilaahi alla la jeclaado kuwa u darnaan badan waayo aad bay muuminiinta alla u jecel yihiin allahooda. Ayb walow haddii yara aladiina kuwii ay arki lahaayeen dalamuu dulmiga falay oo shirkiga la yimid id waqti yarowna ay arkayaan alcadaaba cadaabka ay arkayaan cadaaballaahi hadday arki lahaayeen ilaahay cadaabkiisa la calimuu waxay ogaan lahaayeen anna alquwata yacni xoogga dhammaantii lilaahi alla un inuu u sugnaaday jamiican xaal uu yahay dhammaantiis wa anna allaaha alleh shadiidulcadaabi cadaabkiisu miduu adag yahay inuu sidaa yahay bay ogaan lahaayeen. aayaddan iyadana alla wuxuu tilmaamayaa nimankan marka shirkigu siduu lafaha uga galay oo qalbiga u degay. marka alla wuxuu leeyahay wamin annaasi dadkii man ayaa ka mida yattakhidu samaysanaya min duunillaahi alla sokadiisa yacni min duunillaahi kayrallaahi waa ilaahay kayrkiibay waxay ka dhiganayaan andaadan kuwa ay alla la simaan oo ay lafil fac uga dhigaan ilaahay andaadan marka waa aaliha allay la simaayaan marka ay kala la fac dhigaayaan maxay marka kula simaayaan ilaahay cibaadaday kula simaayaan waayo abuurista ma kula simaynin mushrikii alcarab oo haddii la yidhaaha walaa in sa'altahum man khalaqahum la yaquuluna allah walaa in sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda laa yaquuluna allah laata iyo cuzaa dhul iyo cir abuuray weligood lagama maqlin qur-aankuna kama sheegin waxa ay marka ilaahay kula simaayeen wuxuu ahaa cibaadada qodobkaas. markaasuu alla wuxuu leeyahay wamin annaasi dadkii man ayaa ka mida yattakhidu ka dhiganaayo min duunillaahi ilaahay kayrkiis yacnii ilaahay ka sokeeyey waxay samaysanayaan andaadan kuwa ay ilaahay la simaanay la fil dhigaan. ayb yuxibbuunahum andaadaas ama ilaahyadaas oo yuxibbuunahum ay jeclaanayaan yuxibbuuna alandaada ayay jeclaanayaan ka xubbi illaahi ka xubbihim laba tafsiiraa ka xubbi illaahidan ku jirto marka hore waa masdarun udiifa ilaa mafcuulihi waaye ka xubbi illaahida marka laba tafsiir baa ku jirto maathuur oo tafsiirka koowaad wuxuu leeyahay ka xubbi lmu'miniin allaah yacnii yuxibbuunahum andaaday jeclaanayaan xubban jacayl ka xubbi lmu'miniin allaaha mu'miniinta jacaylka ay rabbi alla jecel yihiin oo kale ayagu aalihadooda jecel yihiin tafsiir sidaas waay. tafsiirka labaadna waxaa weeyaan ka xubbihim allaah in la dhaho yuxibbuunahum andaadii bay jeclaanayaan ka xubbihim iyaga jacaylkooda mushrikiinta ah jacaylka ay jecel yihiin allaah alla ay jecel yihiin. hal su-aalaa marka laysweydiin karaayo qofka ku dhalan karto waxay tahay mushrik ilaahay jecel ma jiraa? nacam seel marka loo leeyahay mushrikiintu ilaahyaday u jecel yihiin sida ay u jecel yihiin allah oo kale oo awal may allah jeclaayeen. tafsiirkaas marka ishkaalka marka lagu keeno waxaa lagu jawaabayaa maxabba marka iyo jacayl ay alle subxaanahu wa tacaala ay u qabeen waa jirtay laakiin waa maxabbo ilaahay ay cid kale markaa ay la wadaajinayeen waay oo maxabbadii lafteeday shirki ku sameeyeenba oo waxay noqotay almaxabbatu maca allaahi waay markay ilaahay maciisa cid kale jeclaadeen sida alla loo jeclaadoo kale waxay u tartay male marka laakiin iyaga marka maxabbadaas ma qabeen waa qabeen ha oo marka waxaa ku tusayo haddii aynan maxabbo qabin ay shirki ku dhex sameeyeen haddaynan qabin ee baacidka ku bixinaayo inay ilaahayna wax u qoondeeyaan aalihadoodana inay wax u qoondeeyaan maxaa ku bixinaya waayo suuratu lancaama waxaan ugu tegaynaa alla wuxuu leeyahay wajacaluu lilaahi mima dara'a min alxarthi waalancaami nasiiban faqaaluu haada lilaahi bizacmihim wa haada lishurakaa'ina beertoodii iyo xoolahoodii labay u kala qaybinaayeen qaybtaanna ilaahan u nadarnay oo iska leh qaybtaanna aalihada iska leh. haddii marka maxabbo ay la wadaajiyeen ilaahyadooda haddaysan jiri lahayn maxaa taas ku bixiyeyna? nacam soo ma fahmin qofku marka haddii uunan aqoonin ummadahan mushrikiinta caqaa'idkooda iyo qur-aankana uunan si fiican uga dhuuxin
oo gaalkaba caqiidadiisa uu waxba ka aqoonin ma fahmi karo qur-aankii xataa. Nacam, waayo qur-aankani wuxuu ka hadlaa qoom caqiidadooda. Qoomka caqiidadooda haddaadan adiga fiirfiirinin ama tafaasiirtii ama siyaalo kale aadan u fiirinin, waxaa kugu dhacaya markaa yacnii aayaddii meel kaleed la aadaysaa, tafsiirkeeda waa kugu qalloocsama. Nacam, walidaalika mar hadday sidaa ahaayeen iyaga maxaba marka waa qabeen, waxayna ku bixisay inay ilaahay wax u qoondeeyaan oo ay taqarub markay samaynayaan qayb inay ilaahay uga dhowaadaan maalkooda, qaybtii kalena yay uga soo dhowaadeen oy taqarub ugu sameeyeen asnaamtii. Iyaga marka maxaa lagu haystaa? War maxabadan ilaahay keliya siiya waxaan kale ka daayay. Nacam, oo almaxabatu maca allaahi baa yaa shirkiga u keentay. Ayib, meeshaa marka ka xubbihim allaahna tafsiirkeedii ama towjiiheedu sidaas waay. Haddaba marka laba shay kala gara, marka almaxabatu maca allaahi iyo almaxabatu lilaahi, nacam, labay kala laba macno. Nacam, yaa la jeclaan, ilaahay waa la jeclaanayaa horta. Haddii maxabo allaba qalbigaaga aan lagu arkin iimaan maba jiraba. Nacam, maxabadu marka waa camal qalbi ah oo baacid qofka uga dhigaayo ciddaas uu jecel yahay inuu markaa yacnii waxay mudan tahay uu siiyo. Nacam, kula dhaq marka maxabadaasi ilaahay baa iska leh subxaanahu watacaala. maxabada alla marka waxaa ka farcan maayo iyada lafteeda wax allaale, waxa alla jecel yahay inaad jeclaato, wuxuu neceb yahayn inaad nacdo. Marka markaan rasuulka jecelnahay, mu'miniinta markaan jecelnahay, wanaagga iyo waxa macruufkaa markaan jecelnahay, jacaylkaasi maxaa xaggee asal u ah? maxabatullaahi buu ka yimid. Nacam, waayo shaygan ma jeclaalahayn lowlaa allahna amray maahani. Nacam, haddii alla uunana amreen ma jeclaalahayn, ilaahana amray subxaana wa tacaala. Marka maxabadii alle waxaa farac ka noqonayso wax allaale wixii uu jeclaaday oo uu amray in la jeclaado in la jeclaado. Taas marka maxaa la dhahaa? almaxabatu lilaahi. Nebigaan jecelnahay ilaahay dartii aanu jecelnahay, mu'miniintaan jecelnahay ilaahay dartiisaanu jecelnahay, wahaa kada. maxabadii allah marka asal u ay ogow, almaxabatu maca allaahi laakiin waa shirki. almaxabatu maca allaahi maxay tahay? tan hadda aayaddu tilmaamayso, mushrikiinta lagu sheegay, waa maxay? inaad ilaahay sida aad u jeceshahay oo kale inaad makhluuq la sinto. makhluuq wuxuu doonayaba ha ahaada makhluuqaase sida aad rabbi u jeceshahay ama maxabada ilaahay aad jeceshahay oo kale mid la mida inaad jeclaatama ma aha. waayo maxabadu waa cibaada. waxayna keensanaysaa inaad alla jeclaato, wixii jeclaa uu ku yidhina aad jeclaato, laakiin kaagama furna inaad maxabada ilaahay keyrkii aad kula sinto. marka marka la leeyahay almaxabatu cibaadatun waaye, iyo marka la leeyahay waxa la inkiraa waa maxayna? almaxabatu maca allaahi aa la inkiraa, ee almaxabatu lillaah dhow inaad dhahdo maa rasuulkiiba waa jecelnahay, shirki maan ku dhacnay maya, rasuulka waa jecelnahay, allahna amray. maxabada alle aan jecelnahaaba waxay keenaysaa inaan rasuulkii uu jeclaada na yidhi inaan jeclaanno, soo ma garanin. laakiin rasuulkii iyo ilaahay ma simaynaa? oo maxabada iyo jacaylka ma ku simaynaa? maya, allana waana alla, isagaana abuuray, isagaana arsuqo, isagaan u laabanaynaa koonka, isagaa sayidka ah. rasuulkana inta yacnii makhluuqa isagaan inaan ugu jeclaanno ay tahay makhluuq inta ah. nacam, maxabadiisuna waxay taabic u tahay maxabatullaahi tacaala. nacam, ayib, sidaa marka u garo. maxabada dabiiciga ana lama diidana oo qofka bani aadamka ilmahuu dhalay uu jecel yahay, xaaskiisuu jecel yahay, waalidkiisuu jecel yahay, maxabadaasi waa dabiici middaas. nacam, maalka uu leeyahay maalkiisa waa jecel yahay, taas waa iska dabiici. laakiin midda cibaadada ah labadaas nooc un weeyaan, waxaana u asala maxabatu yacnii maxabatullaahi tacaala. wa min annaasi, dadkii marka annaasidan yaa loo jeedaa? laba tafsiir baa ku jir ayaa ku jirto. qaar waxay leeyihiin mushrikiinta laga hadlaa, dadkan la sheegaa oo mushrikiinta. qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ahlu kitaabkaa loo jeedaa. labadaba in loo jeedana waa dhici kartaa. ayib, abu xayaan isaga wuxuu doortay fi lbaxri almuxiit aayadda inay caam tahay. ahlu kitaab iyo cubaadul awsaan labadaba waa camime. ahlu kitaabka marka sidee u camimaysaa? ahlu kitaabka waxay u camimaysaa
في سورة التوبة الله وحير اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مركي النبي أرنت فسيرا هنا وحكوت المامي ضدك إياك ما ذحظ أو علوم ذود إياه يعني كو عباد ذود أيه مركا يعني ربيال كدكتين سي وكدكتين تحليل كي تحريم كي يكون راعين وحيلا وحي أجيهين الله إنه حل حلالي أيه كحرما يان وكون راعيان وحي إلهي كحرمي أيه وحلالين يان وكون راعيان مداس واي مركا يحبونهم كحب الله مركا نعم نينك هذا وحول بكون راعي أذو أب حلال وحاران تو كاغا دغي اد دبغ شي او اد ديعدي اد كوراعدي قفكاس يعني محبتي الله كلا جعلات مركا فالانداد باعتبار اهل الكتاب هم رؤساؤهم ومدحودا واحبارهم علمودا نعم اتبعوا حي راعين ما رتبوه لهم وحي او ترتيبين او من امر ونهي قوانين تي اي قورين اي دبغ لين اي راعين وإن خالف أمر الله ونهيه أمرك الله بخلاف نهي قال لنا ورادي هذه قف مدحكو اسكر راعدو يعني ولي أمرك الله ينهي قال الله سو خلاف سن انتو قانون كو ترتيبي ادنا اد كو دبغشو وقف كاسي معناه انداد الهه كدغت نعم طيب والذين كو امنوا رميي الله أشد كودرنام بدن وحبا حق جعيلك لله ألا الله جعلادك وآد ودرنام بدن وجعيلك وذا الله يجعليهن ومذو آد دريه قال الله أمان مرك ولو يرى الذين ظلموا ولو هدي يرى الذين يرى أو أركلها الذين كو ظلموا ظلم فلي شركك كو سمي هدي أركلها ين إذ وقت يرون أي أركيان العذاب عذاب كمركي أركان إذ وقت يرون يعني أي أركان العذاب عذاب كمرك أي أركان هذي أركي لها ين عذاب الله فير سماشا مرك تركيبك ترى ذا ندي لك ديو لما تفسير تفسير بدنا كجرت لبن وقاب سنين ترى ذا هدي بصري الرؤية ذا لك ديو مفعول كذا أسوق قدرين ولو يرى ذا جذا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب عذاب الله هذي أركي لها ين دهين أن القوة الجملة أسنة جواب لو ذا جواب نقربته لعلموا بأنسو قدرين جوابت لو سيدا بدن ولا قدرا لعلموا مركان قدرنا علم ذا اللبذي ذي مفعول جملة أن القوة لله جميعا تسد مسد مفعولي علم علم ذا اللبذي ذا مفعول إذا دبولي سو ماشا يعني بوحنيس سيدا سواسي تفسير كالوحاوية إن لا يراهذه يرى يعلم إن لقلق به ومرك معناها اللي يرى ولو يرى الذين ظلموا ولو يعلم الذين ظلموا هدي أقالها ينكو شرك قسمي إذ يرون العذاب عذاب كمرك يركين هدي أقال لها ين أو مرك الرآذان أو بمعنى علم اللي بذي مفعول أن القوة بأن القوة هدي أقال لها ينقوضه يحوق لله الله إنه يسقنات جميعا حاليته دمانته وأن الله ألنا شديد العذاب إنه عذاب كي سمده درينه إنه يهيه دي أغان لهايين لعلموا مضرة اتخاذ الأنداد إلهيك لإلا سمايست إبكي ذو أقر لهايين أما هذا دون توحاتر لما اتخذوا الأنداد أنداد إلهي ما بأينا سمايست لهنا دي تاقر لهايين لكن لو ذي جوابتي ذي أن قدرينا أن القوة لله جميعا تانا وحان أقدقين لبذي مفعولي يراد إيقاظ له نعم. لبذا تفسير بأمرك أقوله قراءات كالدوان وكجران مهم كنا قراءاتك معنى هان آد أمك كالدوان ولو هدي يرى الذين كوي أي أركي لها ينظلموا شرك سميي إذ وقت يرون العذاب مرك عذاب كأركين عذاب الله أي أركي لها ين لعلموا حي أغان لهايين أن القوة قوة إيحوق لله أن إنا يسقنات جميعا حال إيتامانت وأن الله ألنا شديد العذاب إنه إيهيقر لهايين يغان لهايين مرك إذ يرون إيه مرك لليه إذ ظرف لما مضاه حد مرك هذا ماضي يضو مستقبل قيامة هذا وحد كدب عذابك يأركي الدونان وايه
maxaa marka id looga cabiraa litaxaquqi wuquucihi tii la dhihi jiray. Wa anna allaha alla shadiidu lcadaabi, inuu yahay cadaabkiisu miduu adag yahay bay garan lahaayeen, id waqti cadaabkiisu alla inuu adag yahay. Marka id waxaan ku tacallujinaynaa shadiidu lcadaab, shadiidkan ku tacallujinaynaa. Wa anna allaha, waxay ogaan lahayn alla shadiidu lcadaabi, cadaabkiisu inuu aad u daran yahay. Id waqti uu cadaabkiisu daran yahay ogaan lahaayeen, tabara'a uu ka beri noqday, alladiina kuwii, uttubicuu la raacay, min alladiina kuwii ay ka beri noqdeen, ittabacuu raacay, wara'ow ay arkeen alcadaaba cadaabkiina ay arkeen, wataqaacad ay go'go'day bihim, ay canhum iyaga xaggooda ay ka go'go'day, alasbaabu asbaabihii ay xaggooda ka go'go'day. Marka id tabara alladiina tubicuu min alladiina tabacuu, idtii marka waxaan ku tacallujinaynaa marka shadiidu lcadaabkaas. Id waqti buu ilaahay inuu cadaabkiisu uu daran yahay yay ogaan lahaayeen, id waqti inuu cadaabka alla daran yahay, tabara'a uu ka beri noqday, alladiina kuwii, uttubicuu la raacay, min alladiina kuwii ay ka beri noqdeen, ittabacuu wax raacay. Laba qolo, kuwana waa la raacay, kuwana waa iyaga ayaa wax raacay. Kuwii la raacay marka waa ayo asnaamta iyo wax allaale wixii ilaahay kheyrkii la caabuday, ama shaydaan ha noqdo, ama yacni malaa'ig ha noqdaane, kulligood marka wax allaale wixii la raacay qiyaama markii la tago, waxay ka ba ama qof fiican ama qof xun ha ahaadee, waxay ka beri noqonayaan kuwii wax raacay. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ويوم يحشرهم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون في سورة سبأ في سورة الفرقان ألا سيدوك الأرتلمامي ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. نبي الله عيسى أنا وكبرني نقد وناس ذوك. نعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والبا وكبرني نقنا. نعم. طيب إذ تبرأ إذ وقتبوا إلهي عذاب كيسو درن أو درينيهي تبرأ الذين كوي أي كبري النقضين اتبعوا للراعي من الذين كوي أي كبري النقضين اتبعوا الراعي كوي الراعي اسكفوا قيين أي كبري النقضين مركا نين بري اسكفوا قيين دونه دين تاذا هده بابين. نعم. ودين تاذا أصل كيذانا هايسو فروع ذيذانا كودك إن الله لإنتاد إلاشان كرتا إلاشوه ha u baabi'in, hana u halaagsamin qof berri waxaan aniga uma dirsanin ku dhihi doono. Ayb, ha u sacabtumin. Wara'aw alcadaaba, wara'aw ay arkeen alcadaaba cadaabkii, id tabara'at, wax dhan tabara'aday ku cadfan yihiin. Wa id ra'aw alcadaaba, markay cadaabka arkeen, wataqaacad, wa id taqaacad, markay go'go'day bihim, iyaga ay la go'go'ay bihim, canhum xaggooda ay ka go'go'day, alasbaabu asbaabihii ay markaa wax iskugu tari lahaayeen ay go'day. Yacni walmawaddatu bayna alqowmi sababun, dadka kalgacaylka ka dhexeeya waa sabab, liannahum bihaa yatawaasaluun, waayo kalgacaylkaas iyo jacaylkaas ay dadku isku xiriiriyaan, kaasaa kaf dhahaaya marka uu go'aayo qiyaamaha marka la tago. Wataqaacad bihim alasbaabu, marka sidaas. Waqaala alladiina, kuwii waxay yidhaahdeen, ittabacuu raacay, low anna lana alla mow noo sugnaado, karatan rajcatan noqosho may noo sugnaato, fanatabara'a si aan uga beri noqonno, minhum iyaga xaggooda aan ka beri noqonne, kamaa sidii tabara'uu ay u beri noqdeen minna annaga xaggeenna ay nooga beri noqdeen oo kale, kadaalika kaagaas oo kale, sidii kuwaa yacni kadaalika kaagaa oo kale, yuriihimullaahu alla uu tusayaa
أعمالهم سداداس وكلا الأعماش وتصيا حسرات قوم محاليتها قوم مضوا عليهم يكركوا أهانيسو وما هم ما أهان يجو بخارجينك وكبحايا من النار النار تحقيدك وكبحايا ما أهان يجا والنار تكب حمايا الكاسي قوم مضوا الوجرايا وقال الذين كوي وحيرا ذين اتبعوا الراعي تابعين تيوا لو أن لنا لو ذن تمن لو معنى تمني وهذا وتمني معنى هذا لو أن لنا الله ما نوصقنا ذو ما يلنه كرة نقشة ما نوصقنا تو أن نقنا الدنيا ذن لجوع ليه فنتبرأ أن كبر نقنا منهم يا حق ذكوان هذا نكبر نقضي كما تبرؤا بر نقشة كتبرؤهم كبر النقشة ذو ذا منا أن نكبر النقضين وكلا أن نكبر النقنة مركا كما تبرأ كما تبرؤوا منا ماذا مصدرية واي وانا كا يعني كاف كان مركا في موضع نصب ونقول يا مركا صفة موصوف لوسو قدرها فنتبرأ أن كبر النقنة منهم يا حق ذا أن كبر النقنة تبرؤا كبر النقشة مثل تبرؤهم كبر النقشة ذو ذا منا نكبر النقضين أو كلا طيب كذلك كاغاس أو كلا يريه سيداداس أو كلا يريهم الله ألا أتصى أعمالهم يا أعماش ذي أي أتصى يا ألا حسرات قوم ما حاليتها يذو قوم ما أعماش ذي يذو قوم ما أنه أي رب أتصى يا قوم مضوا عليهم يا كركود أهانيس أما عليهم يعني أي كائنة عليهم الرساس نعت إن لقد نعم أما عليهم تحصرات والقو تعلجين كرا لك وحير عليسا كجر نعم كذلك كاغاس أو كلا يريهم الله والله تصى يعني سيدا يعني كوان يبرن وبرن نقضين كوان كوان ضمبنا إساء إليهين يريهم الله سدا سيل اكبا الهي او تصيا كون غالدا اعمالهم اعماشو ديبو تصيا حسرات حالي تيمد قومما يدو اه يشلي عليهم كركود اي كو قوممودان وما هم ما هانين بخارجين كو كبخايه من النار النار تكو كبخايه حقيدنا ما هانين ونارتي كبخمايهم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا يا أيها هوي الناس ضدوا كلوا عنا مما كي حقي سكعنا في الأرض للك كركي سأهذي كعنا حلالا حال ويهمتك فرا وإذن كلا إذن فري ضيبا وطاهر وناكسا ولا تتبعوا هراعننا خطوات الشيطان شيطان كتلابوين كي سهراعننا إنه شيطان لكم إذن كوحو إذن أهذي عدو عذوب إذن أهذي مبين عذاو الديس أي عده أما مبين عذاو الديس عده يستي طيب إنما يأمركم حو إذن أمر يا بالسوء حمد أيو إذن أمر يا والفحشاء فحش أيو إذن أمر يا وحف دم بقلق يقصد وأن تقولوا وقولكم أيو إذن أمر يا إن رهذان يقول كين على الله إلا كركي أكون رهذان ما شيء لا تعلمون إذن نوغين وحيدنا نوغين إن إلهي كشيكتان أيو إذن أمرها شيطان مرك آيادا على قدد آياده رأي الله ليذا هايبا وحيتها أما كوة دنبابا أيهد الله صلى الله عليه وحيتها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا dad waxa la sheegay marka ruus la raaci kuwa wax raaci kuwa la raaci waxaas la isku raaciye waxa kamida tahliilkii tahriimkii ba dad ay ku raacayaan markaas alla wuxuu leeyahay war sida hayeelinay waxa alla idin siiyay dhulka korkiisa oo yeelay alle ee alla oo idin ka xarimin oo idin xalaaleeyay qaata ha iska xariminina idinka meesha marka mas'alada aan ka qaadan karno waxay tahay tahliilka iyo tahriimku mas'ala weyn inay tahay شيء أذى إن إسكت رافتو ييلي كرتا وح كستو حلال كوا إسكعون لقمة دين هذا تو إسكت دي كرتا لكن عن اعتقاد إن هيسكت دين أذو إسكتها يا شيء جن وكح شيء حلاش أها هذا اعتقاد يسون حارينه وح مرك يعني أذى حلاش كوا أها
inaad uga tagto waa xaaraan, xaaraantaasna marka xag alla aadan ka qaadanin arrin khatar ah waayo tashriic ah kaas. Marka waxaa laleeyahy ilaahay u daaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi qul ara'aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajcaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi alkadiba wa aktaruhum laa yacqiluun. Yacni shaygan waa xaaraan adiga malihid, allaha koonka abuurtaa iskale nacam, waxaan waa xalaal waxaan waa xaaraam allah iskale nacam. Bani aadam marka inuu gacantiisa la galo maskaxdiisa yartaa inuu la galo waa edabdarro iyo duqyaan iyo xadgudub. Marka ilaahay wuxuu leeyahay waxaas yacni waxa alla idiin xalaaleeya qaata oo cuna, cunadaas marka waxay tahay yacni xalaalnimadiisa ictiqaadiya wey. Ee shaygan adu haddaad iskaa iskaga dhaaftay si kale xalaal inuu kuu yahay waa ogtahay, laakiin adigaa iska daayay wax dhiba ma lahan, laakiin markaad ictiqaad oo taxriim aad gelisid waa khatar. Marka alla wuxuu leeyahay yaa ayuhannaasu dadow, qolada Thaqiif iyo Khusaaca iyo Caamir ibnu Sacsaca iyo Bani Mudlij iyo ayay aayadda ku soo degtaa layidhi, naftooday waxay ka xarimeen beerahooda wax ka mida, cuntadooda wax ka mida, xoolihii bay kala qayb qaybiyeen, intan waa xaaraan ma cunno, intan waa cunnaa. Suuratu lbaqara iyo suuratu lmaa'ida wax ka midaan ugu tegi doonaa, waxaan ujeedaa suuratu lancaam. Ayb waqaaluu haadihi ancaamun waxarsun xijrun laa yacamuhaa ilaa man nashaa'u bizacmihim وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. وحيابها سامرك اللقاء ذين يا أيها الوحوليه يا أيها الناس دذو كلوا عنا مما كي حقي سكعنا في الأرض الأولك كركيس هذه حلالا ضلقا أصلك حلالا معناه هذا من الحل ويان وحل فريوة الذي هو نقيض العقد عقدي شيء مرك اللي جنت أما جنود عقدنا اللي يراها حل جان وفرد مرك معنو وام حيوحي الذين فري وام حيوحي الذين بنيه الذين قام بنيه. طيب ولا الذين حلالي طيبا ظاهرا حاله يهم الظاهرة عنكاس وش قال الذين كحرمي لكن كفوا هذا ولا تتبعوا راعننا خطوات الشيطان شيطان كتلابوي كيسه أي عمله هو عمل كشيطان كهراعننا ضاع هذا الشيطان كإسك إلالي أنت تاسنا والله قوضان. إنه ال إنه شيطان إنه شيطان لكم إذن كعدو بو إذن هذا عدو إنه شيطان عدو عدو ولكم إذن كعدو إذن هذا مبين عذو دي سوء عده. نعم طيب مبين عد يعني مبين مركوا من أبانا فعل كاس مرك أباننا يتعدى ولا يتعدى بالليل يتعدى ولا يتعدى ومرك مبين مروى متعدب ونقونا يا يوحي نقونا يسا مبين عذاود ديس إذين عديستي شيطانكو ومد عذاود ديس إذين عديستي مبين مدي عذاود ديس عد هاي وهي مرك اللهان واللازم ومرك تعدي ما سمعينا. طيب أي ظاهر العداوة إنما يأمركم إذن فريا أن شيطانكم بالسوء حمانتو إذن فريا دنببو إذن فريا والفحشاء معاصد آتك أفاشح فحشة مركب حال راما قبوحا من القول والفعل هذا الفعل آت لغيق يقصده. طيب مركب الزنا ذي وحيابه لم يتكهاوى وحيابها سو مركب إذن قر إذن أمريا وأن تقولوا يا إنا ترهذان على الله إلا كركيس إنا كرهذان ما شيء لا تعلمون إلا تعلمونه هو إذن أجين يعني إنا إلهي مصبذتان أو رهذان كنا حلال كنا حرام. ويقف كيسقون وحباء قونين هدو يرى كنا حلال أي كنا حرام ويرهذو قف كاسد إلهي بمصبتي ذنوب إلهي لقى قالنا إني سقل لما صبتا أقدرا شيطانكم مرك كاسو إذن فرح. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا هدي قيل لهم لورده إياك اتبعوا الراعة هدي الغير الراعة ما كي راعة أنزل الله أنزله الله ألا أسود جي الراعة هدي الغير هذا
قالوا حيرهايان بل ان نتبع وحان راعينا ما بان راعينا كي الفينا ان هلني اباءنا ابيالكين عليه ما كركي سينيهين وحي ان شيغي ان ابيالكين اني كتاغينيهين ان ارغني ان هلني بان راعينا ساسي دحيان ولو كان اباؤهم يتبعونهم اسكر راعيان ولو كان اباؤهم ابيالكود هبا هذان لا يعقلون كو ان غرنين شيئا وحبا ولا يهتدون ان هنونين حتى هدينا وحبا قونن ايسن هنونين حتى مسكر راعيان يعني ايغو هدي وحي قانان هبا راعان ولا فهمي كرا حتى هدي اينا وحبا قونن مسكر حرانايان مسكر راعيان ايضان مرك الله وحو تلماما يا مركي حججك لغا سو اودو مشركينتا ماشا كليا أي قبصدان أما أي كدقان إني أهيد أن تقليد أعمى يعني إن دلاءان إني أن إسكاق قبصدان يدد جاهلين وحي كسو قارين أو كليا أن إني راعان وحان هين ماشا كمهايان وإذا هدي قيل لهم لغو يراهدو يغا اللورده اتبعوا راعا ما أي الذي كي راعا أنزل الله أنزله الله ألا أسودجي وحال أسودجي الراعا هدي ليرا قالوا حيرهايان بل ان نتبع وحن راعينا ما بان راعينا الفينا ان هلني اباءنا ان كو اوغاناي معنى اباءنا ابيالكين عليه ما كركيس ان كو اوغاناي اني كو تاغين كان بان راعينا الفا وكو لبد مفعول قاده جيري وين باي مركا تا ان بان راعينا باي دهن قفكو مركا دين لا يرا ور الله وحانو سو دجي راع ايات ديوات الحديث كي واكن لبا قاب ان بو دودي كرا قفكاس اما انو قف عالم اما وح فهم اي هي انو يراهدو ور ايات دان ما حديث كان سيداد مودي ما اه ايات دان كلا حديث كان كلا جيرو ايات دان معنيهدو سيدان واي تن معنيهدو سيدان واي اديه سيداد او ود ما هن حدو سيداس يراهدو قفكاس حجو لي ميد واتوسين ومركا يعني من نقونا يقف آياتك إلهي أغتغي يعني رأيي أما محض التقليد أغتغي ما قفك لكن انت آياتك حديثة الله شيغو وأن حجو وحي أن لا إيمان يعني مركا آياتك تغي سوين آياتك الأغتغتو سيدا أغتغي سنو حيث إما إنا ترى ومنسوخ آيات داس مدانا النسخ دي أما إنا ترى آيات داس وعام تنوى خاص وحيابها سؤلان مركا واوح مركا دادكو اي قران كرام دو دا نوع عاسو كلا مركا لب مالهان وافي عانتها إذن لكن هدي قفك او كد دوضو ان اسكسو تاقنادو آيات دي او رأي كهر كان اسك محضية اما او كهر كان عادو ويرادو انه وحانا تشيغي سمنا قاني سانا عادو انو اهجرتي ننكاسي قولدانو لميدي هنا وينو كتاقا وحاس نعم سيدا درتيد مركا الله وحليهي الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا بغير سلطان أتاهم فيرد قف كي آيات كأن كدوضو حج الآن هذه مركة حج أو هيستوى الذي سنة حج ديسة دي أونا نهين النواحيس مركة كبر مقتا عرأي وكسبنا مركة آياتك لنا محلي هذا إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير أولو كان آباؤهم يتبعونهم من راعيان آبايا الكود مي إسكر راعيان ولو كان آباؤهم آبايا الكود هباء هذان لا يعقلون حتى ولو كان يتبعونهم من راعيان ولو كان آباؤهم آبايا الكود هباء هذان به لا يعقلون كوا أنقرنين شيئا وحبا أنقرنين حتى هذيس وحبا أقول إن إسكر راعيان ولا يهتدون أين هنون سنين أبي الكود أدين هنون سنين وحنا أين أقولن حتى مسكر راعيان ويابي ماش علم سول مرة شيئا تان مركا تخصيص باكو جرؤه عام أو إسك مخصوص أو أيوه وحال لقوض لا يعقلون شيئا من الدين وإلا الدنيا إنه يحكي قانان ماهن هذا وحل الدين هم وايه وحيابها دتك حق اي لقا ذن ويان وحيابها يعني موانع ذا حق ان لقا تديدو قفك كهر استاكتنا وحاكم ذا مانع العادة قفك عادة او كسو كري وحا او سو اركي جيري ها
هل مر إنه كجورة وكو أذكته نعم إنه كقن عماهني وإلهينا وكو أرزقه ده حق إيمان يا خير ماهني ويحس لي أبها ووجا ووجيس هدي أدوحان كتك توحا كتلا لنا يس أبها يا ووجا بعض اللي يكون سعودينا كإيمان يسوع كله مرك أبيه يا ووجيس بومدح عيد وجعلنا أصيبا مرك النار وجلاه نعم ولذلك أبو طالب نبي أدير كيس محو دينتي أغتغي محو نبي أغيها إنو حق كس عظم عور ميوهي وحوير ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا وأغهي بوير مركا دين كان محمد إنه حقي هي وديان تخلق أو هاي استمد وخير كبدنين يتهوى أوجه يراني نعم هدي أنا أت إيو يعني عي أنسو جيد والد كي هدين نجري لهين أنا ما أنك عبصنا أيه هدي تال لا أيه هاي وحد أركي لهيد أنا مركا يعني ربو أو يعني مركا يعني أنا كسي أو أن مركا أن توحيد كلا إمادوا واركي لهيد وليه نعم وإجهيل إلى هيد سداس لكن هذا ما إجهيل يسيده سبب توام حي أبها ينديه ذا إن نسوي جيد عب مركا أبها أذى سداس مركا دي أبها أو قلت كوس عجري أذى أترى أني قلت كي أن كوس عنا أنت أنا أبها عب سو جيد لها أبها وحمو ترتي ماي ومترين بل أبها كلما أد حمان تسمعي سدم بيوسيه لها كلما أذى أد حمان تي كجرت والعقاب أبها sababtoo ah asaga ad ka baratay xumaanta nacam laakiin aabaha markuu xumaanta ku jiray hadaan xumaantii ka tagto haddii muslim ah marka dambi dhaaf ilaahay u weydiiso markaas aad wax u tartay aabaha laakiin caado xunaan haysana aabahay baan ugu tura waxa weeyaan marka cadaw aqli badan ayaa ka roon saaxiib ama qof xamiim oo dhow oo dabaal ah hada ninkaani aabihiis إنه حسما يوربا لكن وادب أسي زيادنا من أغا نعم راما نفعا فضرا من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا نعم بر بأم علينا لكن خير درهم بك نعم. طيب هذا آخره والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.